قال لك انت متجوزه راجل بشنب، متجوزه وائل كفوري. يا عمرو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه لميس؟ عامله ايه؟ ازيك يا عمرو؟ مبروك المسلسل، ويعني نجاح واضح في الشارع، نجاح واضح وسط الناس. لما بتسمع على الله حكايتك يا ست، وتسمع وحش الكون، وكلنا بقينا عايزين حد يقول لنا وحش الكون، بتحس انه يعني اولا سقيت الجمل دي ازاي يا عمرو؟ والله بصي، انا شايف ان احنا الحمد لله قدمنا يعني دراما قويه وسوليد قوي الحمد لله، وربطنا الناس بالشخصيات بشكل كبير، وده ساعدنا ان احنا كل اللازمات اللي احنا اشتغلنا عليها وحاولنا نصنعها للشخصيات بقت على لسان الناس. يعني مهم جدا انك انت يعني هي الفكره مش فكره لازمه وبس، فكره اللازمه وازاي بيأديها احمد العوضي بشكل كويس. يعني ممكن ناس تانية تقول على الله حكايتك ما تطلعش حلوه زي ما هو بيقولها، صح. ممكن حد يقول وحش الكون ما تطلعش حلوه زي ما هو بيقولها. فازاي الممثل بيقول اللازمه، مكان اللازمه موجود فين؟ ده بخلاف انه احنا اشتغلنا كتير قوي انا واحمد على فكره اللغه بتاعت الخديوي. يعني انا عندي في اللابتوب بتاعي، عندي انا في دبانه مزهقاني جدا، عندي في اللابتوب بتاعي فايل كده اسمه كلام الخديوي. الكلام ده احنا يعني انا بيني وبين احمد العوضي تشات اكتر ما بيني وما بين امي ومراتي واولادي، يعني بيني وبينه تشات طويل جدا ومكالمات تليفونيه طويله جدا جدا. يعني فعلا بجد قعدنا وقت طويل جدا من واحنا شغالين من قبل التصوير، واحنا بنفكر ايه الكلام اللي يقوله الخديوي وايه اللازمات اللي يقولها، ونتشك عليها ونتست كده كل لازمه واحنا جوه اللوكيشن، نشوف ايه اللي بيعلق مع الناس كويس ومن الكرو نفسه. فلقينا ان بعض الجمل علقت قوي مع الكرو، ابتدوا يعيدوها ورانا، فدي اللي ثبتناها وبقينا نشتغل عليها طول الوقت. يعني انت قدمت البلطجي بشكل مختلف، يعني الفتوة ده احنا شفناه على مدار السنين. يعني ابوك الله يرحمه، والدك عمل اعظم الفتوات، فالفتوة ولا البلطجي معرفش انت بسميه ايه، اتقدم باشكال مختلفة. ايه الشكل اللي انت النهائي بتاع الخديوي؟ الاكسسوارز، الطريقة، حركة ايده، في شكل معين داخلي وخارجي، ايه هو الشكل ده يا عمرو؟ انا يعني الشكل الخارجي دايما بيبقى مسؤول عنه الممثل بشكل كبير. انا فاكر ان احنا من اول جلسات التحضير كان احمد العوضي يقول لي بص الخديوي هيقعد كده، هيتكلم كده، هيعمل بايديه كده، لما يجي يكلم حد هيمسكه من هنا، حاجات زي كده. دي تفاصيل بيحطها الممثل لنفسه بتخليه يتوحد اكتر مع الشخصيه ويحس بيها بشكل اهم. لكن انا كان بالنسبه لي كانت وظيفتي الاساسيه ان ايه اللي يخليني او ايه اللي يخلي احمد العوضي بكل هذا التركيز وبكل هذا الاهتمام انه يدخل في الدور بالشكل ده. كان تركيزي ان انا اصنع له شخصيه محيره، انت تبقى مش عارف مفروض تحبها ولا تزعل منها، تكره تصرفاتها ولا تبقى بتشجعه وهو بيعمل موقف ما. لدرجة ان انا من يومين الخديوي قتل واحد والناس ولا كأنه حصل حاجة. أيوة. وده طبعا مش اللي انا عايز اوصله للناس اطلاقا، بالعكس بالعكس. انا يعني مع الاحداث بيبان اثر ده على الشخصية ايه، لانه انا مش هدفي اطلاقا ان انا اقول ان ده صح، بالعكس انا عايز ااكد في كل حلقه من الحلقات الاخيره اللي جايه، وابتديت ده من حلقه النهارده اللي اتعرضت، ااكد ان المشوار اللي مشي فيه الخديوي بيدفع ثمنه. ومساله انه انا عندي جمله لما كنا انا وايمن بهجت قمر بنتكلم على الكلام اللي هيتقال في التتر، فكنت بقول له ايه الافكار اللي انا عايز اقولها. يعني فكره عندي جمله في التتر بيغنيها ابراهيم الحكمي بتقول واللي يختار غلط سكوته يدمره. يعني اللي بيختار طريق غلط سكوته على الغلط اللي هو مشي فيه ده هيدمره بشكل او باخر مع الوقت. فانا عمري ما هبقى يعني حاله الارتباك اللي مع الشخصيات. يعني اغلب الشخصيات عندي، عابد تيمور مثلا، الناس فضلت كرهاه 24 حلقه، جه في اخر حلقه
الناس زعلت عليه جدا انه انتحر وانه مات وكذا، لان انا بعتبر ان كل الشخصيات الدرامية دي هما بشر بني ادمين، هما لا ملايكة ولا شياطين، هما مزيج ما بين ده وده، وبتتحدد بقى يتصنف الواحد ده طيب ده شرير ده كذا بناء على نسبة طيبته قد ايه او نسبة شره قد ايه.